مشاهدينا، اتفقت بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات على البدء في تنفيذ مشروع البوابات الذكية في الحدائق العامة التابعة للبلدية، والتي تتيح لحاملي بطاقات نل دفع رسوم دخول الحدائق العامة، وذلك في إطار توجهات حكومة دبي لتعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية بما يخدم مصلحة المجتمع المحلي ودعم مبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة. اتفقت بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات على البدء في تنفيذ مشروع البوابات الذكية في الحدائق العامة التابعة للبلدية، والتي تتيح لحاملي بطاقات نل دفع رسوم دخول الحدائق العامة. بنتحدث طبعا عن تفاصيل تنفيذ مشروع البوابات الذكية في الحدائق العامة التابعة للبلدية، والتي تتيح لحاملي بطاقات نل دفع رسوم الدخول، مع ضيفنا السيد خالد العوضي مدير إدارة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني في هيئة الطرق والمواصلات العامة بدبي. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا بوجودك ويانا. يا مرحبا بك أخت ليال، يا هلا فيكم ويعطيكم ألف عافية. أكيد الله يعافيك إن شاء الله. كل يوم ما شاء الله تطلعونا بمشروع جديد وبابتكار يعني أيدد. خلنا شوي نتكلم اليوم عن فكرة هذا المشروع خالد، شو ممكن تخبرنا عنه؟ إن شاء الله. طبعا منطلق توجهات الحكومة في جعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، طبعا هاي استراتيجية وردي أطلقتها حكومة دبي، نعم، في جعل المدينة أذكى مدينة في العالم بحلول عام 2017. عملت الهيئة على عدة مبادرات، طبعا الهيئة لها خط استراتيجي في هذا الخصوص، وأيضا من المبادرات أيضا اللي عملت عليها الهيئة هي تعزيز وجود بطاقة نول في عمليات الدفع الإلكتروني على مستوى الإمارة. وأيضا من هذا المنطلق عملنا على مشروع استخدام بطاقة نول في الحدائق العامة كتذكرة دخول إلكترونية بتكون مع الإخوان في بلدية دبي. حلو، يعني هذا تماشيا مع توجهات الحكومة بأن نكون طبعا حكومة ذكية. خلينا شوي نتكلم أيضا متى سيتم البدء بتطبيق هذا المشروع في على أرض الواقع. ايوه اكيد. طبعا المشروع بيكون على مراحل، طبعا هالمرحله اللي حاليا احنا شغالين فيها بتكون على 4 حدائق عامه على مستوى اماره دبي. بتكون حديقه الممزر، حديقه مشرف، وحديقه زعبيل، وايضا عندنا حديقه الخور. طبعا فكره المشروع هو استخدام بوابات الكترونيه ذكيه، لو ممكن نشوف الصوره هنا. طبعا على فبتكون في عندنا بوابات الكترونيه من خلالها ممكن المتعامل يستخدم بطاقة النول. طبعا البوابات بيكون بأنواع مختلفة، بتكون للناس العاديين، وأيضا عندنا للناس ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين، بالإضافة إلى أيضا الأطفال صغار السن أيضا ممكن يمرون من خلال هالبوابات. هذا الشكل يمكن يوضح لنا كيف بتكون عملية تركيب البوابة على إحدى الحدائق العامة في إمارة دبي. بالإضافة أيضا بيكون في عندنا الحدائق لدخول الحدائق فيها بتكون عن طريق المركبات، أيضا بيكون عندنا أجهزة قارئة للبطاقات مرتبطة بالبوابات الإلكترونية، بحيث أيضا المتعامل من خلال مركبته يقدر فقط يبرز بطاقة النول ويمسحها القارئ، وعملية الخصم أو الدفع الإلكتروني يتم من خلاله. أيضا من ضمن المشروع بيكون تزويد أجهزة لخدمة ذاتية على بوابات الحدائق، بحيث أن المتعامل في حال إذا ما كان عنده بطاقة دخول اللي هي بطاقة نول بتكون يقدر من خلال أيضا يشتري هالبطاقات من خلال الأجهزة هاي، أو يقوم أيضا بعمليات الدفع الإلكتروني، بالإضافة أن أيضا يكون فيها خدمات إلكترونية أخرى تفيد أيضا المتعامل. حلو. فهاي هي باختصار تسهيلات كثيره ما شاء الله موجوده، يعني نعم بتكون ان شاء الله موجوده في مثل ما قلت ال4 حدائق، وهاي بتكون كمرحله اولى، وايضا في خطط مستقبليه ان شاء الله احنا راح نشتغل مع الاخوان في بلديه دبي في اضافه حدائق اضافيه. حلو. هالبوابات هاي شبيهه جدا بالبوابات اللي موجوده اليوم في مترو دبي. صحيح، نعم، باشكال شوي قد تختلف لكن بنفس الفكره طبعا. جميل جدا. اليوم كذلك خلينا شوي نتكلم يعني تعاونكم اليوم مع هيئه الطرق، مع هيئه الطرق والمواصلات وبلديه دبي، هذا التعاون المشترك اليوم كيف تراه إن شاء الله بيضيف للمجتمع مستقبلا مع وجود طبعا هذا النوع من البوابات في الحدائق العامة؟ أكيد طبعا هي الفكرة الأساسية طبعا في الموضوع
انه هو استغلال الموارد الموجوده على مستوى الحكومه، كون احنا عندنا نظام الدفع الالكتروني نول، هو نظام اوريدي له خصائص انه ممكن ما يقتصر فقط على انظمه المواصلات العامه. اليوم احنا في انظمه المواصلات العامه نول عندنا مستخدم في وسائل المواصلات العامه المختلفه، عندنا في المترو، عندنا في الترام، في الحافلات، وايضا في وسائل النقل المائي بالاضافه للتاكسي. لكن يوم الحكومه يعني اشتغلت يمكن على المشروع في بدايات مشروع نول، نعم. ما كان فقط الفكرة ان احنا نقتصر على استخدام نول في المواصلات العامة، نعم. اليوم عندنا دول المتقدمة مثل هونغ كونغ مثلا وكوريا وسنغافورة المتقدمة في أنظمة الدفع الإلكتروني، بطاقة المواصلات العامة نفسها هي تستخدم أيضا في استخدامات أخرى، صحيح. في عمليات نسميها الشراء عمليات شراء منخفض القيمة، المايكرو بيمنت، انت من خلالها تقدر ممكن تستخدمها في محلات تجارية، في الجروسريز ممكن تكون، او حتى في كافة المجالات طبعاً. المختلفة. فمن منطلق هاي الفكرة طبعا التعاون، يمكن هاي أول مبادرة احنا نشتغلها مع البلدية، لكن إن شاء الله بيكون يعني أكيد مبادرات أخرى أيضا مع جهات أخرى أيضا. حلو. أيضا وقعت هيئة الطرق والمواصلات ومكتب مدينة دبي ذكية مذكرة تفاهم لاعتماد استخدام بطاقة نول طبعا كوسيلة دفع ذكية في إمارة دبي. شو تفاصيل هاي المذكرة باختصار، شو ممكن تخبرنا عنها؟ أكيد. طبعا الفكرة من توقيع الاتفاقية، طبعا مكتب مدينة دبي الذكية هم المكتب المعني بمتابعة جميع المشاريع على مستوى الإمارة اللي هي معني بالتحول الذكي، وأيضا إيصال إمارة دبي لأذكى مدينة في العالم. طبعا احنا دخلنا في هذه الاتفاقية مع مكتب دبي الذكية، طبعا خلينا نقول الفائدة الأساسية من الاتفاقية، احنا اليوم عندنا الحكومة اختارت بطاقة نول تكون إحدى وسائل الدفع الإلكتروني اللي راح تستخدم في المبادرات المدينة الذكية على مستوى إمارة دبي. حلو. بالإضافة طبعا للأنظمة اللي موجودة أيضا من خلال إحنا هذا التعاون والاتفاقية مع مكتب مدينة دبي الذكية، الهدف منه إحنا نضع خطة مع المكتب بحيث أن يكون عندنا خارطة طريق لعملية التوسع في المجال الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة نول. طبعا نحن نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المشروع أكيد، وشاكرين جدا لوجودك ويانا اليوم السيد خالد العوضي مدير إدارة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني في هيئة الطرق والمواصلات العامة بدبي. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم. إذن